يا مساء الفل على احلى شباب في الدنيا. تحديث تاب السواب الجديد اللي هو بتاع التاون المدينه، هعرف حضرتك كل التفاصيل فيه وفايدته ايه. وكمان بشكركم جدا، لان من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وصلنا 1,200,000,000 عمله على تاب السواب، وده بفضل ربنا ثم فضلكم. ان شاء الله هوزع على حضراتكم عملات بنسبه 20% من العدد اللي هيكون معايا وقت السحب. والكلام ده انا هوضحه لحضراتكم ازاي على جروب التليجرام، فلازم حضرتك تبقى موجود معانا في جروب التليجرام، وان شاء الله يبقى ليك نسبه عملات او عدد عملات مخصص ليك. تمام جدا. هنا بقى هنبتدي نخش على حاجه كده في البوت واحده واحده. اول حاجه عايز حضرتك بس تعمل كونكت وولت هنا او ارتباط المحفظه، ده لو حضرتك لسه ما عملتوش. لو حضرتك من الدول المحظوره هتربط بماي تون وولت او تون كيبر. لو حضرتك من الدول الغير محظوره هتضغط على تليجرام او محفظه التليجرام وهديله الارتباط بتاعي، وهقول له هنا ربط المحفظه. كده انا اديته ربط المحفظه بتاعي بنجاح. في عندنا كذا حاجه فوق، هنا عدد العملات اللي معايا، وهنا الهاش ريت او عدد البلوكات اللي بتكسبها في الساعه. انا هنا بكسب 150 عمله في الساعه، وعارف حضرتك تزود الرقم ده بكتير ازاي، ده مجرد تيست انا كنت عامله. وعندنا هنا الجواهر، والجواهر ديت هي اللي هتبقى اهم حاجه. وعندنا هنا علامه الفيديوهات، انا معايا 9 علامه الفيديوهات ديت هي اللي هتفتح لينا كل الكلام اللي احنا هنشتغل فيه دلوقتي حالا. طيب خلينا نضغط كده على كلمه تاون، هيبتدي يظهر لحضرتك كل الكلام ده. طيب انا هبدا ازاي ومنين؟ حضرتك مش هتبدأ غير من المبنى ده أول حاجة، لأن هو ده الأساسي اللي هيفتح ليك ده وده 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 وكل المباني التانيين دول. طب لو ضغطنا عليه ضغطة واحدة، هنا بيقول لحضرتك كل ترقية هتبقى بعلامة مشاهدة فيديو، يعني كل ترقية حضرتك عايز ترقيها لازم يكون عندك واحد من مشاهدات علامة الفيديو. طب انا هقول له هنا ابجريد، كده هيبدأ يرقي معايا اهو زي ما حضرتك شايف، واقدر اعمل له تسريع بجواهر، لكن انا مش عايز اعمل تسريع بجواهر ولا اي حاجة، انا هنتظر. وده برضو بيجيب لك ماين ريت او الهاش او البلوكات اللي بتكسبها في الساعة، 320 في الساعة زي ما حضرتك شايف اهو. طيب هنا عندنا خانة اسمها سينما، لو ضغطنا عليها هنا تقدر تتفرج على الفيديوهات اهوت وتجيب علامة المشاهدات. طيب لو رجعنا برضو تاني لورا كده على خانة التاسك، هيبتدي يظهر لحضرتك برضو المهام دي. عندنا مهام سهلة جدا وبسيطة جدا، وبننزل لحضرتك الاكواد دي والمهام ديت على قناة الاخبار بتاعتنا، قناتنا الوحيدة اللي فيها 34,900، اي قناة تانية مش تابعة لينا. طيب هنا بننزل فيها كل الالغاز وكل الكومبوهات وكل الاخبار، وبتكلم مع حضراتكم في اللي هيحصل بعد كده وطرق البيع وكل التفاصيل. طيب خليني اوري لك بس كام كود كده اللي حضرتك هتستخدمه في الاكواد دي. عندنا جميع الاكواد هنا مثلا كود اهوت، وبنقول لحضرتك الحل بتاعها هيبقى ايه، وده كود تاني والحل بتاعها هيبقى ايه، فلازم حضرتك تبقى موجود وتحل جميع الاكواد دي، لان حرفيا هتجمع لك عدد عملات رهيب جدا جدا جدا. في مهام بتحتاج اكواد، وفي مهام بتحتاج ان انت تتفرج على فيديو بس فقط لا غير. يعني انا لو قلت له تشيك هنا ديت مش محتاجه مني كود، محتاجه مني ان انا اتفرج على الفيديو بس، هيديني 400,000 عمله. هقول له فينش، واداني كمان واحد مشاهده فيديو، ده اللي انا هحتاجه في ترقيه المدينه. هقول له هنا كليم، هرجع تاني زي ما حضرتك شايف كمان زود لي في النقط، كل ما الشريط ده يكتمل تاخد 2,000,000 عمله. سهل جدا تتخطى ال 200 و 300,000,000 عمله لو حضرتك متفاعل على البوت، وبالتالي ارباحك هتبقى اكتر بكتير. متوقع كام في الارباح يا هندسه والكلام ده؟ ده هنوضحه في فيديو خاص بيه، الارباح وهنسحب ازاي والتفاصيل اللي هتعامل بها مع البوت بعد كده. خلينا نرجع للتاون، هنبتدي نخش على تاني حاجه او تاني خانه، هضغط عليها كده ضغطه واحده، هيقول لك ديت لازم ترقي ده لمستوى 2 علشان ده يفتح عندك. طيب خلينا كنسل ده واشوف اللي بعده، برضو ده محتاج حاجه تانيه. اهو هنا تاب فيليكس اللي احنا رقيناه من شويه، فاتح لك هنا الترقيه، خانه الترقيه، بيقول لي لحضرتك هياخد منك 6,000 عمله وهتاخد 10 جومز او 10 احجار. هقول له هنا باي، كده فتح عنده هو يا شباب زي ما حضرتك شايف، وطبعا بيزودي في الهاش ريت بتاعي او المعدل بتاع التجميع بتاعي في الساعه مع كل ترقيه. هنا بيقول لك لازم ترقي المبنى ده الى مستوى 2 وهاخد منك 129 بلوك، يعني البلوكات دي هنبقى محتاجينها في الترقيات، احنا اهم حاجه عندنا دلوقتي الجومز. طيب لو رجعنا كده وشفنا مبنى تاني بيحتاج التاب فيليكس، يعني احنا خلينا نرقي الاول كل اللي متاح بتاب فيليكس الاول. طيب خليني انزل كده، في هنا مبنى بيحتاج تاب فيليكس زي ما حضرتك شايف اللي هو المبنى الاخير، هقول له هنا باي، هيبتدي يفتح معايا المبنى ده وهيديني 150 بلوك في الساعه وهيديني جواهر كمان. طيب هنا بقى محتاج تاب فيليكس مستوى 3، احنا رقيناه بالفعل ومعانا 150 بلوك وهيديني مقابلهم 10 جومز. طيب هقول له هنا ابجريد، هيقعد حوالي 27 ثانيه.
خلينا نشوف حاجة تانية كده، والترقية كمان هتزود لي المعدل بتاعي ل 230 في الساعة، زي ما حضرتك شايف أنا كده 430 في الساعة. خليني أشوف مبنى تاني اتفتح عندي، تمام هنا اترقى معايا أهو. وهنا بيقول لي علشان ترفع مستوى الفيكتوري لازم يكون عند حضرتك تاب فيليكس مستوى 4، وهناخد منك كمان 10,000 عملة. طيب انا ممكن اروح ارقي التاب فيليكس الى مستوى 4 زي ما حضرتك شايف كده، هيقول لي لحضرتك انا عايز هنا 4 دقايق لحد ما اترقى، فسيبه يترقى. تاب فيليكس ملوش اي شروط غير بالمشاهدات بتاعت الفيديو بس. زي ما حضرتك شايف في المبنى ده بيقول لك انا عايزك ترقي لي الكاروك الى مستوى 2. طيب انا هبتدي اشوف المبنى بتاع الكاروك ده وهبتدي اقول له عايز ارقيك زي ما انت كده شايف، بيقول لك انا عايز تاب فيليكس الى مستوى 5، فهو كله هنا مبني على بعضه او مترتب على بعضه. ولما تعمل ترقياتك دي كلها الهاش ريت بتاعك او البلوكات بتاعتك هتبتدي تخش معاك في ال2000 وال3000 وال4000 في الساعه، وده كله كويس وده كله هنذكره في فيديوهات جايه وهعرفك برضو تفاصيل ادق الادق. هنا بيقول لك في شوب لو عايز تشتري احجار او جواهر بيتون، لكن احنا مش عايزين نشتري الكلام ده خالص دلوقتي، احنا عايزين نشوف المجاني واللي احنا شغالين عليه بشكل بسيط جدا. هنا بقول لحضرتك المباني اللي عند حضرتك شغاله كترقيات. طيب خليني اشوف حاجة برضو تانية ماشية معاك كده. هنا بقول لك في مبنى اسمه ترامبولين لازم يكون مترقي مستوى 2 علشان يفتح لك المبنى ده. طيب خلينا اشوف الترامبولين. ترامبولين بيقول لك محتاج برضو ترقي المبنى ده الى مستوى 2. خلينا اشوف المبنى ده. هنا بيقول لك محتاج ترقي المبنى ده الى مستوى 3. فهو كله قايم على بعضه يا شباب، ما ينفعش ترقي حاجة قبل حاجة، لازم كله يتفتح ورا بعض. زي المبنى ده كده بيقول لحضرتك ايه الفيكتوري مستوى 2، احنا مرقين الفيكتوري مستوى 2 عايزين 129 بلوك. طيب انا هنا لازم استنى التعدين بتاعي او لما يجمع لي البلوكات علشان ابتدي افتح المبنى ده. هو ده التحديث باختصار، عايزك ترقي كل المباني اللي متاحة عند حضرتك كترقيات وتجمع في اكبر عدد ممكن من الجواهر اللي هي الخضرة دي. بالنسبة للسواب ده بقى، السواب ده عبارة عن ان حضرتك بتحول اي عملة من داخل محفظتك من التون بقى اليو اس دي تي لاي حاجة على شبكة التون داخل محفظتك، وقريبا تقدر برضو تبيع عدد عملات او تحول عدد عملات التاب بتاعتك الى يو اس دي تي بقى الى تون. كل الكلام ده هنشوفه مع الوقت. البوت دلوقتي فيه 67 مليون لاعب وعدد كبير جدا مجمع كعملات، فبنسبة كبيرة هيتم تقليص عدد العملات اللي احنا مجمعينه ده الى عدد اقل زي ما حصل في نوت كوين كده. انا متوقع تاب سواب تبقى خليفة نوت كوين وهنعمل منها ارباح عظيمة، لكن كل اللي على حضرتك اللي انت تشد وتشد جامد جدا 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 كمان، وصدقني ربنا هيكرمك وهيرضيك بشكل لا تتوقعه، بس اشتغل وسع وانا في ظهرك وما تشيلش هم. بالنسبه لاخواتنا اللي في الدول المحظوره انا في ظهركم، ما تقلقوش من النقطه ديت اطلاقا. هنا بقى بيقول لك في تاب فيليكس لازم تشترك في التشانل دي او القناه دي، انا هقول له هنا ابجريد، انا عملت انضمام فيها بالفعل. هو بيقول لك هنا تشيك، بنعمل تشيك. طيب خلينا نشوف لحد ما يعمل التشيك بتاعه وهرجع لحضرتك تاني. هنا فتح لي خانه الابجريد، انا هقول له ابجريد. هنا بيقول لك بعد 8 دقائق تقدر ترجع ترقيها تاني. فهي كل الفكره دلوقتي ان حضرتك تجمع بلوكات وتجمع عدد مشاهدات من الفيديو، وبعد كده تقدر تعمل ما يحلو لك في المدينه هنا، لان كله هنا مترتب على بعضه زي ما قلت لك. طبعا في حاجات محتاجه ليفلات عاليه، فده مع الوقت هتقدر تعمله، وهعرف حضرتك برده ان شاء الله في الفيديوهات الجايه فايده المدينه دي ايه وفايده الاحجار وفايده كل الكلام ده. فما تنساش طبعا فضلا وليس امرا تعمل اشتراك في قناه اليوتيوب هنا عشان تتابع معانا كل جديد، وتنورنا على التليجرام هتلاقيني سايب لك اللينكات في الديسكربشن والكومنت المثبت. هستناك تنورني، شرف ليا ان حضرتك تبقى من العيله بتاعتنا، عيله كريبتو ويلز دايما فرقه ليفل. مس على باللايك الجميل بتاعك، كومنت براي حضرتك، اشتراك لحضرتك مش مشترك، فعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. هدفنا من القناه زياده راس المال والربح المجاني، واشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم.